نروح لموضوع آخر لا يقل أهمية، لأن زي ما احنا عارفين إن دايما فصل الصيف بيكون مرتبط بعدد من النشاطات. هنعرف دلوقتي تفاصيل البطولة الشاطئية الرابعة لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية والفرق الرياضية المشاركة فيها، وكمان المنافسة دي كانت منافسة شديدة ما بين الطلاب وسط الروح الرياضية داخل معسكر باجوش التابع لجامعة الإسكندرية، وده بعد استئناف البطولة لتوقفها بسبب جائحة كورونا. وسط جمال الطبيعة وقدام البحر بيقام مهرجان ومعسكر رياضي بتنظمه جامعة اسكندرية بمشاركة 350 طالب وطالبة، بهدف تجميع الطلبة والطالبات مع أعضاء هيئة التدريس، وده طبعا بيخلق روح اجتماعية جميلة بين الطلبة وأساتذتهم. النهاردة نتعرف على المهرجان والمعسكر الرياضي اللي بتنظمه جامعة اسكندرية. المعسكر ده قائم بهذا الشكل اللي انت شايفه يعني، والحقيقة بقى شيء من التاريخ والتقليد داخل جامعة اسكندرية. يعني الكثير من الزملاء والطلبة يمكن جيل بيسلم جيل، لابد ان هم يقعدوا بهذا الشكل، وفي الخيام بنرجع لشكل آخر لمعسكر. الأساس فيه ان احنا بنخلق لداخل طلبة اسكندرية زي نخلق روح الانتماء على الولاء والانتماء للوطن، وفي نفس الوقت ده معسكر. يعني المعسكر ده بيبدأ صباحا بالطابور الرياضي، بعد الطابور الرياضي تحية العلم، وبعد كده الفطار والعديد من الأنشطة، منها خدمية بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية. إحنا عندنا أكثر من 4 أو 5 لعبات شاطئية ولعبات أخرى ترفيهية، في أكثر من 350 طالب وطالبة موجودين في المعسكر بيلتزموا بالتعليمات الموجودة في المعسكر زي ما تفضل الدكتور عبد العزيز، وفي نفس الوقت بيمارسوا الرياضة في جو من الجمال والجو الجميل والشمس الساطعة. أنا شايف صورة من صور النجاح والصور المبهجة الحقيقة، وأنا بنتهز هذه الفرصة أن أنا أتقدم بالشكر والتحية للأستاذ الدكتور رئيس جامعة إسكندرية الدكتور عبد العزيز منصور على الحقيقة اللي احنا شايفينه في هذا المعسكر من رعاية ومن نظام ومن حكمة في إدارة هذه الأمور. معسكر باجوش معسكر جامعة اسكندرية لطلبة وطلبات الجامعة، والأستاذ الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة طلب مننا أن احنا نعمل مشروع رياضي لطلبة الجامعات المصرية نستضيفهم هنا. عملنا مقترح اسمه المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية، وتوافق عليه وبدأنا التنفيذ. بعتنا جوابات للجامعات المصرية، بعتت لنا 21 جامعة بالموافقة، وبدأ العمل في معسكر باجوش الإعداد لاستقبال الجامعات المصرية. النهاردة معنا 350 طالب وطالبة من طلبة الجامعات المصرية، مستمتعين بقالهم 3 أيام بالجو والحاجة الجميلة اللي هم قاعدين فيها. طبعا مخيم دي أول مرة هم يزوروا حاجة زي دي، فتجربة جميلة لطلبة الجامعة. احنا المعسكر الباجوش بيقام سنويا، يعني ده من يوم إنشائه هو بيقام سنوي، ويمكن احنا دلوقتي النهاردة احنا في حدث اللي هو استضافة بطولة اتحاد الجامعات الاتحاد الرياضي للجامعات، وبيقام على هامشه احدى البطولات الشواطئ، كرة قدم شاطئية وفولي بيتش شاطئية، بمشاركة حوالي 16 جامعة موجودين على مدار ال5 أيام اللي فاتوا، ويمكن النهاردة إن شاء الله يوم الختام. ويمكن زي ما حضراتكم شايفين كل الشباب سواء بنين أو بنات على مدار ال5 أيام دول في نوع من التكامل والتآلف والاختلاط ما بينهم بعض، ومش بس نشاط رياضي، لا نشاط رياضي بالإضافة للأنشطة الاجتماعية اللي بتتم على مدار اليوم. احنا جوه بطولة الجامعات للألعاب الشاطئية، الاختيار طبعا بتاع كل وفد بيتم من جامعته. الجامعة بتجيب اللعيبة الفعليين، لأن ده مش نشاط ترفيه، دي مسابقة. فاللعيبة اللي عندنا هنا كلهم لعيبة، كلهم يعني كلهم لعيبة على مستوى عالي، فجامعتهم بتختارهم لأن هي اللي داخلة جوه المنافسة. الألعاب الموجودة كرة طايرة شاطئية بنين وبنات، وكرة قدم شاطئية، وبعض الألعاب الترفيهية زي كرة القدم الطايرة، زي تنس الطاولة، زي السباحة، وزي شد الحبل، حاجات كده يعني. معسكر جميل، الناس كلها بتشارك مع بعضها، حاجة جديدة علينا ما تعودناش ان احنا نلاقي الحاجات دي قبل كده. انا جاي هنا كرة شاطئية، طبعا كرة شاطئية جامعة الزقازيق،
يعني الدنيا هنا تمام. معسكر كويس جدا، بنشكر طبعا جامعه اسكندريه على الاستقبال الكويس ده. جامعه الناس موجوده هنا من كل مكان طبعا، كل الجامعات كل مصر. تعرفنا على الناس طبعا، في تعارف، في صحابنا على ناس ثانيه طبعا ما كناش نعرف ان احنا هنقابلهم ازاي طبعا. وتاني طبعا بشكر جامعه اسكندريه على الاستقبال طبعا وحسن الاستضافه. هو فكره جديده مختلفه، تعرفنا على ناس اكتر وشفنا تجارب كتير مختلفه. الاكل يعني تنظيم كويس جدا والاكل كمان كويس جدا. يعني انا كرانا بنصح اي حد بيشارك في المعسكر ده، حقيقي فكره مختلفه وجميله جدا.